فيروس كورونا المستجد هو فيروس تنفسي جديد من فصيلة فيروسات الكورونا، وبتتراوح أعراضه بين مرض تنفسي خفيف إلى شديد مع وجود أعراض زي الحمى والسعال وصعوبة في التنفس. ممكن أن يصاب به بعض الأشخاص دون أن يشعروا بالمرض، وبتظهر أعراضه من يومين حتى 14 يوم، وبيتعافى 80% من المرضى دون الحاجة للعلاج. لكن بتزداد احتمالات الإصابة بهذا الفيروس للمسنين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة زي ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والسكر، وبيتنقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق رذاذ السعال أو العطس على الأسطح والملابس، زيه زي انتشار الأنفلونزا العادية. علشان كده لازم نخلي بالنا من نظافة الأيدي وغسلها كويس بالمية والصابون، ونستخدم منديل ورقة عند العطس أو السعال، ثم نتخلص منه فوراً ونغسل إيدينا بعد كده بالمية والصابون. ولو مش معاك منديل استخدم كوعك في العطس أو السعال. وكمان لازم نهتم بتنظيف الأسطح الأكثر تلامساً زي أكر الأبواب والمكاتب. ولو حسيت بأي أعراض زي الحمى أو الكحة أو صعوبة في التنفس توجه لأقرب مستشفى بسرعة. ولو عايز تعرف معلومات أكتر كلم 105 الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، أو ادخل على الموقع الخاص بالتوعية ضد فيروس كورونا www.care.gov.eg.